Thank you جديد نرحب بكم ومن منطقة وادي المخرور لنستكمل سلسلة حلقاتنا التي نتعرف فيها على أهمية النظم البيئية والتنوع الحيوي والبيئي في فلسطين وفي هذه المنطقة الاستراتيجية والهامة بشكل خاص وبعد أن كنا تحدثنا في حلقات سابقة وتعرفنا على مفاهيم ومصطلحات مثل التنوع الحيوي التنوع البيئي والطبيعي في منطقة وادي المخرور، اليوم نتوقف لنتعرف على مفاهيم ومصطلحات أخرى مثل الزراعة البيئية والاستدامة. وسنتعرف على هذه المفاهيم والمصطلحات من خلال المزارعين مباشرة، ومن هذه الأراضي الزراعية في منطقة وادي المخرور. إبقوا معنا. بالنسبه للزراعه البيئيه لا يوجد تعريف معين بذاته لكن بشكل عام يمكن ان نقول ان الزراعه البيئيه هي مجموعه من الممارسات الزراعيه التي يقوم بها المزارع بصوره امنه على الصحه العامه وصديقه للبيئه بشكل عام على مكونات البيئه الحيه وغير الحيه وهي ممارسات لا تستخدم فيها المواد الكيماويه، خاليه من استخدام المواد الكيماويه، فبالتالي نحصل على منتوجات صحيه خاليه من اي ملوثات كيماويه. هذه الزراعه كانت كان يمارسها اجدادنا واسلافنا الاوائل. الا ان الزراعات الحديثه اخذت تدخل وتحتل حيز اكبر في مجال الزراعه الحديثه. فاقتصر وضع الزراعة البيئية على عدد من المزارعين لا زالوا متمسكين بها هاي الزراعة تضمن للمزارع اكتفاء غذائيا ذاتيا وتضمن له دخلا اقتصاديا يجعله يعتمد على نفسه في إنتاج غذائه بالنسبة للزراعة البيئية لها أهمية كبيرة وتكمن اهميه الزراعه البيئيه في انها خاليه من استخدامات الكيماويه كما اسلفنا نحصل على منتوج غير ملوث بالمواد الكيماويه معظم العمليات الزراعيه تعتمد على استخدام مواد طبيعيه سواء في مكافحه الافات وكذلك بالنسبه للتسميد كلها مواد طبيعيه الزراعه البيئيه تحافظ ايضا على خصوبه التربه ومكونات التربه وتحمي التربه من التدهور وتحافظ على استدامتها للاجيال القادمه الزراعه البيئيه تحافظ على البيئه بشكل عام والتنوع الحيوي الحيو بشكل عام الزراعه البيئيه تحافظ على الموارد الطبيعيه واستدامتها للاجيال القادمه يكفي ان الزراعه البيئيه ان تحصل فيها على منتجات خاليه من المواد السامه التي نتعرض لها في من خلال الزراعات الحديثة التي تستخدم المواد الكيماوية بصورة مكثفة. من خلال المشروع قمنا بإجراء أو بعقد عدة دورات للمزارعين، دورات نظرية ودورات عملية من أجل ترسيخ مفهوم الزراعة لدى المزارعين. علاوة على تقديم الإرشاد الزراعي الدوري التعليمي من خلال قيام المهندسين الزراعيين بزياره المزارعين في حقولهم وتقديم لهم النصح والارشاد لهذا لابد من المحافظه على الزراعه البيئيه وتشجيع المزارعين على ممارستها وعلى الجهات المعنيه سواء مؤسسات حكوميه او مؤسسات غير حكوميه والجهات المعنيه ان تتخذ في سياساتها تبني دعم المزارعين نحو هذه الزراعه وتوعيه المزارعين والمستهلكين على حد سواء باهميه ومفهوم الزراعه البيئيه التعليمية في متحف فلسطين التاريخ الطبيعي هي عبارة عن نماذج تعليمية موجودة في الحديقة هاي النماذج التعليمية بتعكس موضوع معين أو مشكلة معينة بيعانوا منها المزارعين بتساهم في تعليمهم حول هاي الأمور للتأقلم مع تغير المناخ أو مع التحديات البيئية اللي بتواجههم في المزارع هلا أول, أول موضوع في هاي النماذج التعليمية هي حصاد مياه الأمطار مياه الامطار عندنا بتنزل آه كثير في فترات قصيره ولكن لما بتنزل في فترات قصيره بصير في عندنا جريان لهي المياه الارض ما بتمتص بالشكل الكافي ففي عندنا بعض طرق حصاد مياه الامطار اللي هي من خلال القنوات قنوات القنوات حصاد مياه الامطار هالقنوات القنوات اللي بتعمل على وقف جريان المياه لفتره مؤقته في منطقه معينه من الارض وهي المنطقه بعد ما المياه تبقى فيها لفتره بصير في عندنا امتصاص للتربه بشكل اكبر فبالتالي بصير في عندنا محتوى مائي في داخل التربه بشكل اكبر خلال الصيف او خلال الاشهر اللي بتكون لاحقه للشتاء الموضوع الثاني اللي بنحكي فيه من خلال بركه تجميع مياه الامطار او البركه او التنوع الحيوي اللي موجود في هاي البركه بنحاول نفهم المزارعين قديش دور الكائنات الحيه في بين بعضها البعض في داخل هاي البركة كيف إن وجود الضفادع بيساعد على بيساعد على التوازن البيئي في أعداد الحشرات اللي موجودة حوالين برك المياه وقديش إن المبيدات اللي بتنزل بتم رش النباتات حوالين هاي البرك بيؤدي لمشاء لتسرب هاي المياه لل... هاي المواد الكيماويه للمياه وبيؤدي للضرر على الكائنات الحية الموجودة في داخل هاي البرك منها مثلا الأسماك اللي بتكون موجودة بشكل طبيعي في البرك الموجودة عندنا قديش بتساعد في حفاظ على التوازن البيئي في في البعوض لأن البعوض ومن دورة حياته بيحط البيوت تاعته في داخل المياه وهاي الأسماك اللي بتكون موجودة في داخل الماء بتساعد على انها تتحكم في الكميات او في البعوض اللي موجود في في البرك قديش الطيور مثل الكينج فيشر او صياد السمك وجودها بيساعد على التوازن في اعداد الاسماك في هاي البرك اليعسوب اللي كثير من المزارعين برشوه بيستهدفوه بالمبيدات الكيماويه قديش ان هذا هو من الحشرات النافعه لنا لانها بتخلص من بعض الحشرات الضاره وال اساسي منها الموسكيتو او البعوض فهذه اجزاء بسيطه من النماذج التعليميه على بعض النماذج التعليميه الاخرى مثل انظمه الاستزراع السمكي وانظمه الزراعه المائيه انظمه الاستزراع السمكي اللي بتعتمد على وجود ان تربيه الاسماك خارج خارج البحار او خارج الانهار في وسط المدينه على الاسطح في داخل المزرعه في داخل البيت البلاستيكي للمزارع فبالتالي بقدر المزارع من خلال هذا النموذج يربي بعض الأسماك اللي تستهلك محليا هاي الأسماك المي تاعتها بتروح على تنكات أخرى فيها نباتات هاي النباتات بالإضافة للحجارة الموجودة فيها والبكتيريا النافعة اللي بتعمل على تحويل الأمونيا والمواد السامة اللي موجودة في المياه وتنقية هاي المياه فبترجع المياه بضل عندنا نظام فلترة بشكل كامل مقابل بعض البرك في منطقة أريحة بيتم فيها تربية الأسماك وإنتاجها للبيع في السوق المحلي هاي البرك بيحتاجوا كل 22 ساعة لتغيير المياه وبيستخدموها في ري النخيل مقابل نظام استزراع سمكي إذا بتشتغل فيه بشكل متكامل هذا هذا النظام أنت ممكن كل سنة تحتاج تغير المي مرة واحدة فقط مقابل 22 ساعة في برك أخرى أنظمة الزراعة المائية كيف تربيه النباتات خارج التربه في سواء انظمه بسيطه او انظمه بتكون اكثر تعقيدا او انظمه فهي النماذج التعليميه كلياتها بتشكل شيء تعليمي للزوار وللمزارعين في الموقع الزراعة حقيقة هي كنشاط أساسي جدا في تنمية المجتمع في كل المجتمعات لأهميته الاقتصادية ولأهميته الثقافية ولأهميته الطبيعية أولا نحن في هذا المشروع العنصر الزراعي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي لأكثر من ثمانين مزارع وعائلاتهم نعم ولكن أيضا يهدف إلى تكريس الزراعة والممارسة الزراعية التقليدية البيئية، بحيث أن النشاط الزراعي يكون محافظًا على البيئة ومحافظًا على التنوع الحيوي. إذًا نحن نتكلم أولًا عن تعزيز اقتصادي، نحن نتكلم عن تحسين في النشاط المحافظ على البيئة كزراعة، ونحن ايضا نحافظ على تعزيز الصمود، نعمل على تعزيز الصمود، حيث ان المزارع الفلسطيني حاليا هو يعني قريب من الجبهه الاخيره، هو الجبهه الاخيره الذي نواجه به جميع التحديات القادمه. فبالتالي تعزيز صموده وتحسين وضعه الاقتصادي وجعله يعتمد على نفسه او على نفسها وهنا احب ان انوه بان العنصر النسائي والمزارعات حاضرين جدا في في هذا النشاط بحيث انه حدائق المنازل الاراضي المرويه وحتى الاراضي البعل هذه كلها تساهم اقتصاديا وتساهم في الحفاظ على البيئه وتساهم في تعزيز الصمود من حيث أمن غذائي ومن حيث فمثلا معظم مزارعينا إنتاجهم ليس كله يذهب إلى السوق ولكن إنتاجهم يتم توزيعه على الأقارب تخزين منه للشتاء وامن غذائي وما الى ذلك الى اخره الى اخره. نحن زي ما كما قلنا يعني نبدا مع المزارعين من لحظه تجهيز الارض وزراعه البذور وانتهاء بالتسويق، لذلك في سياق هذا المشروع قمنا بتاسيس اربع نقاط بيع ل بشكل اساسي للسيدات المنتجات وايضا هناك نشاط تسويقي تمثل في السنه الفائته في مهرجان نبع الخيرات ولعلكم اطلعتم عليه حيث نعمل على ربط المزارعين بالسوق وفتح قنوات تسويق لهم بشكل اساسي ولكن هذا الجانب يحمل تحديات كبيره في سياق ما حدث مؤخرا من الوباء وايضا طبيعه وضعنا الاقتصادي في البلد والمنافسة غير العادلة مع المزارعين نحن نحاول أن ندعم المزارعين لكي يصمدوا من ناحية أمن غذائي ومن ناحية تكريس هذا النشاط كمصدر مدر للدخل حتى ولو كان قليلا ولكن هذا العنصر يجب أن يكون ثابت ويجب أن ينقل إلى الأجيال القادمة بنشتغل فيها احنا اكثر اشي اه عندي يا الزعتر مهم عندي الحين تقريبا 300 بيت زعتر بعدين البروكلي الزهر ملفوف الشومر يعني كل اشي منيح ومفيد لانه بدون اي اسمده كيماويه ولا اي اشي فيه هذا هو ال عندي مشمش، مش, عندي لوز، عندي خوخ، عندي دراك، عندي جميع أنواع الثمر مش بس يعني البروكلي والزعتر في مشمش مش, في لوز، السنة أعطونا الشتل في شهر عشرة ثلاث عشرة كنا زارعين في ثلاث عشرة بتكون الدنيا دافية ما بتكونش برد سكينا أربع خمس مرات مي عادية يعني من عندنا بعدين أجا المطر يعني تفرج يشوف الزرع ما أحلى لأنه في ميعاده إجا مش يعني متأخر بشهر 11 أو 12 شهر 12 بتكون المربعانية المربعانية بتكون الدنيا برد البرد ما بخليش الشتل يشد منيح آه هذا اللي صار السنة يعني شوف البروكلي شوف الملفوف الزهر يعني اشي ممتاز مش زي السنة الماضية المشروع ساعدنا في برابيج المي تنقيط مطور مي تنق مي المعدات من فاس من طرية من منتاشة من اسطولة كفوف للشغل هذا اللي ساعدنا فيه والشتل طبعا من موجود منهم انا بالصيف يوم يوم موجود بس بالشتاء انت عارف يعني الارض ما بتندخل بالشتاء لما تكون الدنيا مطر يعني يوم الجمعه الماضي كانت كانت الدنيا برد بتنشف كنت موجود انا واختي في الارض حتى عندي غرفه ومطبخ وحمام بقدر انام بس مش قادر ادش الدار فالحيني ان شاء الله بالشهر الجاي بكون موجود بالعزبة على طول احنا بنشكر جميع اللي ساعدونا والجمعية اللي ساعدتنا من جميع المعدات واللي اعطونا اياه يعني من شتل من اي اشي وشكرا لكم برضو أنا روميو أنا روميو سوي من بيت جالة أنا مزارع هون في المخروط، يعني كنت وأنا ولد صغير هون موجود، يعني ربيت هون، ومنعمر الأراضي وبنظبط والحمد لله يعني بنستفيد، يعني الواحد عايش يعني أخرى برضه من الأراضي، فاجونا الجامعة مؤسسة الجامعة ساعدونا. اعطونا شتل و... والحمد لله زبط عنا وكل شيء تمام وبشكر لجميع كل اللي اللي باشر بيت لحم من من يعني من الصغير للكبير يعني لهذا المشروع لدعم الناس لتوعيتها للزراعه في ناس عندك في ناس ما بيعرفوش يزرعوا ما بيعرفوا شجعوهم صاروا ينزلوا على اراضيهم يعني يعني كثير شغلات تساعدوا مع الناس وحسنوا من الزراعه وطبعا الواحد لما بزرع في ارضه وباكل من ارضه احسن ما يروح يشتري من السوق يعني هذا تشجيع كبير كويس حلو ويعني الأعضاء الجامعة يعني بشكرهم ويا ريت يا ريت يا ريت بتمنى بتمنى كأنا مزارع يظلوا ماشيين في هذا الاشي يشجعوا الناس اللي ما بيعرفوا يزرعوا يشجعوا يعني وعوا الناس يوعوهم على زراعة الأراضي و يبلشوا دائما يظلوا يديروا بالهم على ارضيهم مش تيكا خرابه يعني زرعين احنا بصل مثلا بازيلا فول زهر ملفوف يعني بروكلي كرابي في بعض الناس من المزارعين بيعرفوهش مثلا الكرابي البروكلي يعني كثير ساعدت الجامعة في هذا الإشي إنه عرفت الناس على شغلات هي بتعرفهاش إن المشروع هذا أعطاهم يعني خبرة أكثر أعطونا خبرة يعني في الزراعة وأعطوهم مرشدات ويعني أعطونا ارشادات أخرى برضو استفدنا منها يعني للمشروع يعني ما نستعملش الكيماوي ما نستعملش إشي يعني إشي بضر برضو بضر النبات وبضر الإنسان فحافظ هذا الشيء على حتى كل تمرات لل يعني لبني ادمين تعرفنا اه على الزراعه البيئيه وبرضه استفدنا منها يعني مش غلط الواحد بتعلم لو انه مزارع او غير مزارع بيستفيد الواحد وبتعلم بتنور اكثر وبتوسع في الزراعه على زهر البروكلي بروكلي زائر بصل اخضر و راس الراس و تومي و الملفوف و هذا كله من الجماعة تبع مار اندريا الجامعة و تي بي و الجنوبية داروين ليساعدونا Ana, eh, fiendetxoa egebra ez berriz zara, baze, eh, homen bardo zahar duene aktar berriz zahar daatu janeak ah, 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 emdaura, kifen eh, dirbalo al zare. U bine, eh, atuene moa de ras behi etmoetxe be, ekimaui. Eh, Noa eh, ras eke, ez tamilo مزروعة بدون مواد كيماوية ايي- عشان بنساعد البيئة بنخربش البيئة من المواد الكيماوية هذولا وبرضه الإنتاج بيكون تأيير تام عن المراش الكيماوي الذراعة بيها لما نزرع بدون استعمال مواد كيماوي و بدون الرش برضو المواد الكيماوية دول اللي بتضر الصحة المدة بعيدة بتضرها الزهر هو نتاج الزراعة البيئية والاستدامة التي تحدثنا عنها في هذه الحلقة، وهذا مثال واحد حيث يمكن استخدام الزهر طبعا في واحدة من الطبخات العربية الكثيرة المقلوبة مثلا على الطريقة الفلسطينية في منطقة وادي المقرور كما تعرفنا على الكثير من المنتجات الزراعية نتيجة الزراعة البيئية، لكن ابقوا معنا لازال هناك الكثير لنتعرف عليه في حلقات قادمه